يستر على حريماتك يا ايمن افندي، البنت رح بتروح من ايدينا. اخصمها من معاشي اذا بدك. ليش ضل شي بمعاشك لحتى اخصمه؟ خير يا ابو سمير؟ داخل على عرضك عدنان لي، انت صغيري تعباني وما معي مصاري اخذ على الحكي. سلامتها ان شاء الله. مسيك ابو سمير مسيك، واذا بدك كمان اللي الله يخلينا اياك يا بنت. روح شوف بنتك يا ابو سمير وطمنا عليها. تيسر تيسر ابو سمير، تفضل عمي تفضل. عمي لا تطلع فيني هيك، شو بيعرفني انه عم يقول الصدق؟ لو اطلعت بعيونه منيح كنت عرفت انه صادق. عمي مو دائما بيكونوا صادقين. هي طول عمرك بتقلي اسعد درويش وطيب، ليك وملحوش بالكركون. ايه كان في واحد بالكركون طلع وخبرني. يعني لو ما كان عامل عمل كبيرة كانوا كما شو؟ ما قال لك شو عامل؟ لا ما قال لي. طيب حسابي معك بعدين. لسه بيقول لي حسابي معك بعدين؟ تعال حاسبني بالله شو حسابي معك. شيش يك شيش يك. لعب عمي بطلت، ما عاد جاي على بالي. انا خير عمي، في شي؟ قصص قديمة بلا ما وجع راسك فيها. مشان الله وجع لي راسي؟ مشان الله انا صارك عمي، افتح لي قلبك. ايمن انا مالي حدا بهالدنيا غير بنتي معزز وانت يا صهري، بس في قصص ما بيقدر الواحد يحكيها حتى بينه وبين نفسه. يا عمي انت اكل هم الناس، والناس ما بيجي منهم غير وجع الراس. هلا حدا بمقامك بيروح على الكركون بيتوسط لواحد مثل اسعد الوراق؟ انا ما بشيله من ارضه وما بشتريه بقرش. دنيا مو بيع وشري يا صهري، مو بيع وشري. صحيح اسعد فقير ودرويش بس نفسه غنية. بتعرف إذا غاب عني كم يوم مدري شو بيصير لي. بحس إنه البيت ما عاد فيه بركة، ما عاد فيه بركة وصار له وحشة. والله لو ابنك ما حكيت عنه هيك. بركة فيك وبولادك يا أيمن، بس أسعد أنا بتبارك فيه ومستعد أقدم له شو ما طلب. شو ما طلب؟ معلوم شو ما طلب. اللي بلاقيه بأسعد ما بلاقيه عند حدا تاني يا أيمن. رضا وقناعة وطيبة. إذا ما فهمت هالشي مستحيل تفهم عليه. الله رحيم بالعباد لك ابني. بقى برضاي عليك ما بدي عيد وافتق بهالقصة. خف على العمال وروق عليهم، لك بكفي الدنيا ضيقة عليهم. يلا بحكي حدا يشوف نعيم وينه وخليه مر لعندي. تكرم عينك عمي. يلا السلام عليكم. مع السلامة. مهونة قلت لي نفسه غنية وشو ما طلب بتعطيه؟ يا الله لا يخليني إذا خليت لك يا أبو الحناين أنت. يلا أنت وياه دخلوني هالنعلة بقى. شو طالع بالإيد؟ هذا الله.